القرعه جماهير كتير يعني بتقول، يعني انا واحد من الناس بتكلم ان احنا مش عايزين نبعد عن الترجي ولا الفتح، ولكن المباراه الاولى بتديك انطباع ان انت خسرت على ارضك ووسط جمهورك، فبالتالي لما تقابل نفس الفريق او انت بتحب انك تقابل نفس الفريق عشان رد الاعتبار، وده دايما موجود عند لاعبين النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. بص، خلينا نقول ان في الاخر هي قرعه، يعني البطل لازم يعدي على الجميع. يعني انت خدت الفيصلي، بعد كده خدت الترجي، خدت الترجي الاول وبعد كده الفتح، خدت الفتح الاول وبعد كده، هي في الاخر البطل اللي بيدور على البطوله او على منصه التتويج هو في الاخر لازم يكون عنده القدره انه يعدي على جميع الفرق. دي واحده. الجزئيه اللي انت بتقولها طبعا مليون في الميه، ان اي اهلاوي محتاج ان هو يشوف النادي الاهلي تاني بشكل مختلف قدام الفيصلي الاردني اللي كسب المباراه الاولى وصدر لنا مشكله كبيره جدا، وكان لازم ان انت تكسب الماتشين اللي بعد كده عشان توصل كاحسن تواني. احنا دايما متعودين كنادي اهلي بيوصل اول المجموعه، فبالتالي انك ما توصلش اول مجموعتك، خصوصا انها البطوله بتتلعب في مصر، فده شيء يعني جماهير النادي الاهلي يعني زعلت منه كاول مباراه وانت بتلعب على ملعبك، وبعدين تتلقى خساره كمان. يعني انت كنت الاقرب جدا للمكسب، بتتغلب بهدف يعني مش هيتكرر تاني او صعب جدا تكراره بالشكل ده. فبالتالي كل دي عوامل، بس برضو لما هنيجي ندخل في التحليل الفني هبقى اقول لك انا برضو مش عايز من اللعيبه انها تنزل بثقافه الصقر وان انت تنتقم وان انت لا، احنا نقولها رد اعتبارك. قصه يعني مختلفه فنيا جوه طبعا الملعب. طبعا هنقسم المباراه وهنشوف الكابتن حسام هيقسم المباراه ده ازاي، بس بعد ما نيجي في الكلام. طيب بقى، يعني يمكن نسيت طبعا قبل ما يعني ما اخش في اي تفاصيل مع كابتن وليد ان